وطبعا للتعرف أكثر على كيفية تعايش هبة مع السكري وعن تأسيسها أيضا لمنظمة إرادة التطوعية الخاصة بشباب وأطفال السكري في الأردن تنضم إلينا سفيرة سانوفي للسكري هبة رحال. صباح الخير يا هبة، أهلا وسهلا بك معنا في صباح العربية وتحديدا في هذا اليوم. طبعا إحنا التوعية لمرض السكري دائما الناس تسأل إنه كيف رح يأثر على حياتهم اليومية، خاصة إن كانوا اللي وصلوا للمرحلة الأولى من الديابيتس أو السكري واللي بيضطروا ياخذوا فيها إبر. كيف أنت تغيرت حياتك بعد السكري؟ هلأ فعليا أنا السكري اللي عندي هو السكر من النوع الأول. سكر النوع الأول هو سكر الأطفال، بيفرق شوي عن اللي بتطوروا حالتهم وبصير معاهم بيصيروا ياخدوا إنسولين. سكر الأطفال بيبدأ من أولها ياخد إنسولين لأنه نوع السكر غير. هلأ أنا كنت رياضية وكنت ألعب بالمنتخب وقتها، ففعليا كان درجة اللياقة عندي كتير كتير عالية لأنه على مستويات عالية كنت ألعب منافسة. بس قررت أنه أعيش طبيعي، وكان سهل أنه أقدر أعيش بطريقة طبيعية لأنه كان قرار داخلي والدكتور. كم كان عمرك؟ كنت أنا 22. هلأ عادة بيصير سكري النوع الأول بأعمار كتير صغيرة، ممكن يكون سنتين، ممكن يكون 15 سنة. أنا بقول كنت محظوظة وكنت 22 لما صار معي سكري. بس انه يعني في ناس بيشوفوا انه يعني محظوظه، يعني كلمه غريبه انك تستخدميها الان، لانه 22 يعني بدايه الشباب. يعني زي مزبوط فعليا انا كنت مخلصه جامعه وكنت لسه مخلصه دوره العربيه وجايبين برونزيه فرقي على مستوى الوطن العربي، وكان مرحلة إنه خلص تنتقلي للمرحلة الجاي من حياتك. بس أول ما صار معي سكري، إحنا ما عنا بالعيلة سكري فما كنا نعرف إيش هو. فلما عرفت إنه في سكر نوع أول وفي أطفال بيصير معاهم، حسيت إنه على القليلة أنا كبيرة وبقدر أتعايش مع إشي اسمه سكري وأخذ إنسولين وأفحص كل يوم. فالصعوبة كان إنه كيف الصغار ممكن يقدروا يتعايشوا مع المرض، وكيف الأهل بدهم يتعاملوا معاه، لأنه تخيلي ولد عمره سنتين ولا يومين وعنده سكري، كيف بده يعبر إنه نزل سكر؟ قررتي تاخذيها بطريقه ايجابيه يعني. بالضبط. طب واستمريتي تمارسي الرياضه ولا هل اثر على حياتك؟ لا، دكتوري كثير ساعدني. اول ما صار معي سكري قلت له 3 شروط، ما بدي العب رياضه، بدي اكل مثل ما بدي، وما بدي اخذ ابر. اعطاني الم للانسولين، فالالم كثير سهل انه ناخده، فما بيعمل، ما بيحد من اسلوب حياتنا. وبنفس الوقت ضليت العب منتخب لكذا سنه وراها، ففعليا قدرت امارس حياه طبيعيه. وعلى العكس الرياضه كثير كثير ساعدتني بانه اكون اتحكم بمستوى السكر، وساعدتني اكثر انه حتى بالمضاعفات، يعني كل ما يكون الشخص رياضي اكثر بحس انه مضاعفات كثير كثير بتكون ابعد وبضل وضعه كثير منيح. بس كيف ما غيرتي من نظام اكلك؟ يعني هو اول شيء بتاثر هو نظام الاكل. يعني هلا هو مع السكر الواحد بده ياكل، خلينا نحكي كيف بنعمل دايت حمية، بده ينظم حياته، بده ينظم اكله. اولها قطعت السكر بالمره على الاخر على اساس انه يتنظم، بعدين شوي شوي بتصير يعرف لانه بشوف خبير تغذيه، دكتور، المثقفين السكري. جميل. مش ممنوع ناخذ سكر بالمره، بس بدنا ننظم الوجبات اللي هي تتناسب مع الانسولين وتتناسب مع الحياه اليوميه. طيب انت من واقع تجربتك قررتي انك تعملي مؤسسه لمساعده برضه مرضى السكري وسميتيها اراده. اذا تحكي لي اكثر عن هذه المؤسسه. هلا هي رحلتي بلشت من وانا بلعب رياضه. بكذا مناسبة حسيت أنه أنا كنموذج عم بيساعد الصغار والكبار أنه يحسوا أنه بيقدروا يعيشوا حياة طبيعية. فبلشنا بهاي الطريقة، وعلى مستوى شخصي كنا نعمل نشاطات. بعدين صار عندنا My Diabetes Story Community اللي هي مع يعني مع سانوفي عملناها، اللي هي إحنا مجموعة من السفراء 5 5 سفراء. قعدنا وكنا بنشوف كيف يعني كل حدا من بلد وكيف بدنا نعمل توعية عن السكري، فطلعت الويب سايت اللي من خلالها بنقدر نتخاطب. هلأ فوق هيك على صعيد المحلي عنا بالبلد بدنا نعمل إشي، بدنا نغير ونساعد أطفال السكري. فمن هون أنا ومجموعة من الأفراد، معنا دكتورة ومعنا أشخاص يا إما أباء يا إما أصدقاء يا إما مثقفين بالسكري، عملنا جمعية هي رئاسة سمو الأمير حمزة
رئيس فخري للجمعية، وهدفنا إنه نقدر نسلط الضوء على أطفال السكري وكيف بيقدروا يعيشوا حياة طبيعية، ونقدر نعطي للمجتمع وندعمهم لأنه هم يعني صوت صغير نقدر نخليه يظهر بعالمهم. طيب هبة، بشكل سريع كيف ممكن تساعدي بالإضافة إلى التوعية بالمرض؟ البعض يعني خاصة اللي هي الحالة الدايبيتيز 1 خلاص يعني لازم يتعايشوا معه، فكيف أو شو الحلول يعني بالإضافة للتوعية؟ هلأ أول إشي يعني على أنا هلأ طبعا العناية والفحص الدائم والمتابعة الصحية كتير مهمة، الأدوية وتوفيرها مهم، ولكن التثقيف كتير كتير مهم. الأهل يندعموا ينعمل لهم مجتمعات اللي هي تكونوا يتساووا يعني يكونوا سبورت لبعض، يتضامنوا مع بعض. من هون إحنا قلنا يمكن أو أكيد الويب سايت بتساعدنا إنه نخلي الناس تقدر تحكي عن السكري. يعني إذا طفل السكري قدر يعبر ويحكي أو أهله أو أي حدا بمحيطه، بيطلع من العزلة اللي هو فيها وبصير يحس حاله موجود بالمجتمع وقادر يتخاطب. في ناس زيه وفي ناس زيه. أنت ما جاتك لحظة قلتي ليش أنا، أو جاتك لحظة إحباط أو زعل أو غضب؟ يعني هو أي حدا بيقدر بصراحة، بس أنا بقول إنه هي اختيار. يعني إحنا دايماً بنواجه مواقف صعبة، مش بس السكري، أي واحد ممكن يواجه أي موقف بالحياة يختار يا إما يكون إيجابي يا إما يقول يأخذ الجانب السلبي ويقول أنا ليش أنا وكذا. بس أنا اخترت أكون إيجابية، وبحاول إنه أي حدا بيصير معاه هيك يختار، لأنه هيك هيك في سكري أو هيك هيك في موقف صعب. صح. كيف بتعامل معه؟ بقدر أعيش حياة سهلة أكتر. يعني هي العقدة بتروح ونصير قادرين نعيش بطريقة طبيعية أكتر. يعني احتراماتنا لك طبعا ولجهودك، وشكرا على وجودك معنا. كانت معنا طبعا سفيرة نوفي للسكري هبة رحال. بالتوفيق هبة. تسلم. شكرا كثير. شكرا.